وسهلا فيكم مشاهدينا في كل مكان ببرنامج جولة مع الكاميرا. كاميرتنا اليوم قررت تأخذنا بجولة لأحد المحلات أو أحد السوبر ماركات الكبيرة اللي افتتحت في مدينة وينيبيغ، واللي هي فريشكو. محل فريشكو هو سلسلة من المحلات تم افتتاحها عام 2019 في كندا. أول فرع كان في بريتش كولومبيا، والآن عم نشهد افتتاح عدد من الأفرع في مدينة وينيبيغ وبالأخص في مقاطعة مانيتوبا. اليوم بالصدفة ونحن عم نتصفح الإعلانات وجدنا إنه المحل كاتب لنا رمضان كريم. تعالوا معنا نشوف شو مخبينا المحل من عروض وأشياء لشهر رمضان المبارك. طبعاً بيتمتع المحل باللون الأخضر المميز، واللي هذا فعلاً بيضفي منظر رائع جداً على المحل. طبعاً مثل شايفين المحل مثله مثل أي محل، بيحتوي على قسم الخضار والمنتجات العادية الموجودة مثل أي محل مثل سوبر ستور وول مارت وغيرها. في أيضاً قسم حلال كالمعتاد، وفيه قسم خاص الآسيوي اللي هو بتحتوي على الأشياء العربية اللي نحن مندور عليها. تعالوا نتمشى شوي بالمحل ونشوف شو في أشياء موجودة هون. طبعاً بيتوفر قسم الصيدلية كالمعتاد بكل المحلات، وهذا الشيء أيضاً بيساعدنا أنه نتسوق بسهولة في حال احتاجنا أي شيء من الصيدلية. وطبعاً بخلال جولتنا كالعادة لاحظنا أنه في عنده اللبن الحلال وأيضاً عليه تخفيض، فما بيضر أنه الواحد يشتري المنتجات كمان من هون. ومنكمل جولتنا بمحل فريشكو، وحبينا نخبركم انه حسب معلوماتنا حيكون في بوسترات معلقة بالمتجر تحتوي على كلمة رمضان مبارك او رمضان كريم، وهذا الشيء حلو انه نحس انه في ناس عم بيشاركونا فرحتنا بهذا الشهر المبارك. وكالعادة القسم الآسيوي المفضل للجميع، اللي احيانا منلاقي فيه اشياء عربية مندور عليها كتير، مثل الفريكة. الفريكة من الأكلات كتير طيبة اللي معظمنا بيحبها ومعظمنا بيطبخها، فمنلاقيها موجودة بالمحل. في عنا الطحينة، في الحلاوة، في أشياء عربية كتير. في أيضا عندهم الزيتون، وفي الفول أيضا هو أحد المنتجات العربية، والماجي والزعتر وغيرها من الأشياء التانية. فأكيد مندور كتير على الأشياء هاي، فحلو انه نلاقيها كلها بمكان واحد. اما هلا حننتقل للقسم الحلال الموجود بالمحل، هو قسم اللحوم طبعا، وهذا من اهم الاشياء اللي دائما مندور عليها ومنحب دائما نضمن انه اكلنا حلال. فعندنا قسم الحلال للمعلبات اللي هي ماركة ذبيحة ومينا، وايضا في القسم الاخر للحلال اللي هو موجود قدام شوي. ومنكمل جولتنا بحثا عن التمور اللي شفناها بالفلاير او بالجريدة تعيث الاعلانات، وهاي هي التمور. في عنا مثل ما ملاحظين في تمر سعودي مطحون، في تمور هون، في عنا العجوة، في اللي بدون نوى، في التمور العادية من مختلف البلدان، في من السعودية، في من تونس، في من إيران. فيعني يبدو أنه تشكيلة كبيرة من التمور، وما بضر ناخذ واحد معنا بخلال جولتنا. I'm Kevin. Nice to meet you everybody. Come check out Fresh Copemina and check out all the new items we have in the store. So, thank you. ومثل ما ذكر مدير المتجر كيفن، حكينا انه حيكون في قسم كبير للمنتجات الشرق أوسطية في المحل، وهذا شيء كبير وشيء حلو انه نشوف في تنوع كبير بالمنتجات. حكينا ايضا مثل ما ذكرت انه حيكون في بوسترات بالمحل، بس يبدو انها تاخرت شوي. وطبعاً من أبرز العلامات اللي موجودة بالمحل اللي مكتوبة هناك على اللافتة، إنه إذا ما عجبك شيء بالمحل أو ما كنت مبسوط من المنتج اللي اشتريته، بإمكانك يرجعوا لك يا للتبديل أو حتى يرجعوا لك يا ويرجعوا لك المبلغ. فهذا الشيء حلو يكون هذا الخيار موجود. أيضاً لمحبي الحيوانات، في طبعاً قسم الحيوانات اللي ما بيخلو منه أي محل، واللي هو ضروري جداً
خصوصا في كندا، نظرا لعدد الناس كتير الكبير اللي بيقتنوا الحيوانات في البيوت. وشي تاني حبيت اني انبه عنه او احكي عنه اللي هو العلامات الموجودة بالمحل. لما تشوفوا locked and low معناها هذا انه السعر دائما منخفض لهذا المنتج. لما تشوفوا في العلامة التانية اللي هي السيل، هذا معناها انه المنتج هذا مرخص او عليه تخفيض، واللي هو بيكون السهم احمر او دائرة السهم حمراء والسهم اصفر. فدائما ركزوا على هاي العروض. الشيء المميز بالمحل انه بيستخدموا الاكياس اللي بيعاد استخدامها حتى يقللوا قدر الامكان من الضرر للبيئة، وهذا الشيء مهم جدا حتى نحافظ على بيئتنا ونعيد استخدام الكيس مرة تانية ويكون آمن جدا على البيئة. بتشكركم كثير متابعينا لمشاهدة حلقتنا اليوم، ان شاء الله يا رب تكونوا انبسطتوا بالحلقة وتستفدتوا كمان من الأشياء الموجودة بالمحل والعروض اللي موجودة لشهر رمضان المبارك. مرة تانية بارككم كل عام وانتم بألف خير، وان شاء الله التقوا بي في حلقات قادمة من برنامج جولة مع الكاميرا.